أهرام وأرقام وتحدي الاختبار الحساب الذهني وتصور الأرقام. راح يظهر على الشاشة هرم مؤلف من 4 مستويات، المستوى الأول فقط عليه أرقام. الهدف إيجاد الرقم الموجود في قمة الهرم بطريقة الجمع. الفريق الأسرع في الضغط على الزر قدامه 3 ثواني لإعطاء الجواب، وإذا تخطى هالمدة أو أعطى جواب خطأ يكون عند الفريق الثاني الفرصة لإعطاء إجابة في 2 ثانية فقط. مش 39. والإجابة الصحيحة تعطي صاحبها نقطة. اللعبة هذه مبنية على حاجتين. حلو. هي التحليل وعلى الذاكرة الرقمية. راح تلعبون 3 جولات. كل جولة راح تبدأ معانا الأسرع بالضغط على الزر يعطيني الإجابة. جاهزين؟ جاهزين.